مساء الفل والهنا على كل حبايبنا على شاشة القاهرة والناس، وكل سنة وانتوا طيبين وبخير. وادحنا خلاص بنختم رمضان، ختمناه بالحب والفرح والهنا والزكاة والخير وزيارة الأهل والحبايب والمحبين، ويا رب كده دايما كل دعواتكم مستجابة، وكل سنة وانتوا طيبين. وداخل علينا العيد بفرحته ولمته والهنا والمنى. النهاردة إن شاء الله هنعمل سابليه، ده نوع من البسكوت، هو بيبقى مقاديره بسيطة وبيبقى سهل كمان وجميل. بس قبل ما نعمل ده برحب النهاردة بضيوفنا، بقول لكم أهلا بيكم ومنورنا. أهلا بيك استغلالك. والله أنا مبسوطة النهاردة قوي قوي قوي. أنا أكتر. وأهلا بليبيا وأهل ليبيا، ويعني بصي وكل العرب الحلوين. أهلا بيك استغلالك. أنت النهاردة هتعملي لنا إيه بقى؟ هعمل لكم كعكة الطريقة الليبية. بيانسون ونشادر وسمسم وكوبايه ميه وكوبايه زيت وسكر، وعلى قد ما ياخد معايا الدقيق، كوبايتين ثلاثه على قد ما ياخد معايا. على قد يعني العجينه ما تلم؟ على قد ما تلم معايا. على قد العجينه ما تلم. ده بتعملوه في ليبيا؟ لازم اساسي. بس انا يا اختي صلاه النبي شايفاك بتتكلمي مصري زي اللبلب. ماشي، هنا بقالي كتير بقى عشان تفهميني. بقالك قد ايه في مصر؟ بقالي حوالي 20 سنه. بس 20 سنة. بسافر وبروح واجي يعني. ماما العاشر الام 40 يوم يساروا منهم يساروا منه. بقيت منكم خلاص. عننا وعننا على راسك. تسلمي. ربنا يخليك. عاوزه اقول لحبايبي المعمول اللي احنا عملناه امبارح، اللي اتعمل معانا امبارح، اللي ضيوفنا عملوه بسم الله ما شاء الله، جربوه يسلموا ويسلم ايديهم ويسلم عينيهم على المعمول الجميل اللي هم عملوه امبارح. كتر الف خيرهم، طعمه فعلا حلو كل اللي دقوه، وبنشكرهم على مجيهم وعلى الحاجات الحلوه اللي عملوها. قولي يلا بقى، قولي لي انت بقى المقادير. كوبايه زيت، كوبايه سكر، كوبايه ميه، معلقه سمسم، معلقه يانسون، معلقه نشادر، وعلى قد ما ياخد معايا الدقيق بقى على ما تلم معايا العجينه. طب نبدا. اوكي ماشي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب هنحتاج كوبايه الميه كده. هاتي ميه. عندك شفشق ميه اهو، هاتي. خليكي قاعده واحده من العرايس تقوم. مين عروسه يا حلوه انت يا قمر يا ام طفير؟ هتلاقي عندك شفشق ميه وراكي كده، هاتي. قولي لنا بقى انت، اشرحي لنا كده واحده واحده عشان الحاجات الحلوه اللي بتطلع من تحت ايديكوا دي بتبقى حلوه. حاضر. حطيت كوبايه زيت وحطيت كوبايه سكر وسمسم وشويه ينسون، حوالي معلقه كده. ادي كده. كوبايه الميه، حطينا الزيت والميه والسكر، ودي الميه ماشي، ودي حوالي معلقه نشادر كده يعني. كتريش. بس النشادر مثلا لو هنقيسها هتبقى مثلا نقول معلقه صغيره من بتاعه الشاي ممكن عشان يعني ما ينفخش. ونلف بقى كده، وبعدين ايه نقعد نقلب فيه شويه كده، وبعدين نروح حاطين دي ولا ما تلم معانا بقى العجينه. يعني بتحط السوائل على بعضيها ونضربها. ما ينفعش بزبده ولا بسمنه، هو لا لازم لا. زيت. وممكن زيت زيتون كمان، احنا بنعمله بزيت زيتون يعني، بس عشان يبقى خفيف. بزيت ده يعني في ليبيا بتعملوه بزيت زيتون. زيت زيتون. ما شاء الله ما شاء الله. امبارح انا طبعا كان عندي ضيوف جمال، وكان معايا يا اختي الواد ياسين ابني. حصل حصل يا اختي. حصل، هو بياكل عجين. شفتي امبارح؟ خلوه لك. امبارح دلق عليا الدقيق وهردسني وهربسني وخلاني ايه بسيسه. لا ربنا يخليه لك. بس انت عارفه القعده والاكل ما يبقاش كله بركه غير بلمه العيال. طبعا ربنا يخليهم يحفظهم. وايديهم الحلوه كده لما تتحط في الاكل. لا هي فرحتهم دي، فرحه العيد في كده. في العيال. طبعا. نحط بقى على قد ما ياخد معايا. على قد ما يلم. طب امسكي لها انت البوله ونزلي لها يا اختي كده، ساعديها. تاخدي ماما علي. الله عليك. ليه بقى انا شايفاك انت لابسه دبله، انت مخطوبه ولا متجوزه؟ انا مخطوبه. صلاه النبي تخشي امتى؟ قريب ان شاء الله، شهرين ثلاثه قريب ان شاء الله. تستني كده يعني. عريسك ليبي برضو ولا مصري؟ لا لا لا، مصري مصري مصر. يلا حاضر. ام ست مشروق. ست مشروق. الو. ايوه حبيبتي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. الحمد لله، تسلمي لنا. الو. ايوه سامع حضرتك يا ست مشروق. يا حبيبه قلبي، عايزه اتواصل معاه واكلمها. انا مع حضرتك يا فندم، انت على الهوا. اكلمها يعني؟ يا استاذه انا الست غاليه معاكي على الهوا.
طب اكلمها؟ لا حول الله يا رب. طب حاولي تكلميني تاني. هي لسه فاكره نفسها في الكنترول. أيوة. ممكن شويه دي تتغدي شويه. اتفضلي خدي انت تسالي شويه على مهلك. انت عارفه بقى شويه الكحك اللي بقوا في الصينيه دول هم دول اللي نفدوا من ايد ياسين ابني امبارح. اه صح، هو خلص على البيه ده، مسكه بايديه ورجليه ودي ودي ويجيب ويبحتر ويجيب وياكل العيال ويجيب ويهردس. هو بيحذف العجينه. اه شفتي وكان عامل العجينه ملعب كوره ولا الخطيب. ربنا يخليه لك. حطي شويه. انت عارفه امبارح قلت لهم يا جماعه اطلع الواد ده بقى، اول لما خدنا فاصل قلت لهم يا جماعه اطلع الواد ده من الهردسه اللي عاملها فيا، كلهم قالوا لي حديد وبعيد الواد ده ما يخرج. خليه. طب ما تجيبه لنا النهارده. لا لنا. لا يا حبيبتي ده كده رضا قوي. لا لا خلينا نفرح بشويه الكحك الباقيين، نلاقي حاجه ناكلها. تاني تحتاجيها؟ الله عليك. هشوف تاني. انت كنت حتى الاول قد ايه دقيق؟ انا كنت حاطه 3 كوبايات. يعني احنا في الوصفه دي ما نعتمدش على الوزن. لا. على قد العجينه ما تلم تحت الايد. اه على حسب نوع الدقيق بقى. اه يا يوسف. شويه شويه. يا جو. الو. اهلا بيك يا يوسف. الو ازيك يا ست غالية؟ اهلا يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. ما جيتش ليه لعبت مع ياسين امبارح وكلت كحك؟ جو كنت واحنا بقى كنا عندنا بنعمل في البيت الكحك. كنت انتوا عندكم بتعملوا كحك؟ كنت مشغول يعني. اه. شلت الساجات وديتها الفرن ولا سويته في البيت؟ لا سويناه في البيت. طب شاطر، بألف هنا وشفا، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. غنيت لك كحك ولا لا وانت قاعد بتنقش؟ انا عايزه اقدم تهنئه. اتفضل. عايزه اقدم تهنئه لستي تيتا ام عمرو. اهلا وسهلا بيها، كل سنه وهي طيبه. برافو عليك ان انت بتحب ستك قوي، ربنا يخليها لك يا رب كده، انت حلو كده وبتودها وفاكرها. شكرا ليك يا حبيبي. عملنا ايه بقى؟ خلاص كده لمت العجينه. لمينا كده العجينه. تمام زي الفل. هنحطها بقى في المكنه. مش هتريح ولا حاجه؟ لا لا على طول. تمام. ويتخبز على طول برضه. يعني على طول يتخبز، ما يريحش ولا حاجه، ولا تحط في الثلاجه ولا حاجه. تمام زي الفل. طب اديني انا الدقيق بتاعي. ماشي معلش. خدنا انتوا خدتوا قد ايه من ده؟ خدنا 4 معالق كده عشان بس ابقى عارفه ازود عندي. خدتوا يعني يجي 4 معالق صبت كده؟ حلو. اه صبت. طيب قومي انت يا عروسه يا ست العرايس تعبناكي معانا، في عندك برطمان دقيق وراكي كده، ناولهوني بقى اما اكمل منه. هتلاقيه، شوفيه عندك هنا. اه ده هو الاول. أو واحد ده تقريبا اهو اهو. واللي هناك ده شاطره اللي جنب السكر. اي لا التاني. أول ايوه برافو عليكي، تسلم ايدك. عبال انت بقى ما تريحيها وسيبيها تعمليها، هقول انا بقى المقادير بتاعه السابليه. السابليه ده اسهل طريقه ممكن تعملوا بيها بسكوت السابليه. هو بيتكون من 3 حاجات، والثلاث حاجات بيبقوا اقل من بعض بالتدريج زي السلم. يعني هيبقى نص كيلو دقيق، هيبقى ربع كيلو سمنه، هيبقى ثمن سكر. ثمن سكر 50، يعني هنعمل نص كيلو دقيق، ربع كيلو زبده، ثمن كيلو سكر، بياض بيضه لو احتاجت العجينه، لو لمتش العجينه. بس كده بيبقى بسكوت طري وهاشش وحلو وخفيف. ده احنا بنسميه 3 في 1، يعني 3 حاجات في حاجه واحده بس. ده اسهل طريقه ان انتوا تعملوا بسكوت خفيف، وكمان بيبقى اسهل الامكانيات. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ست جهاد، يا ست جهاد، ست جهاد، يا ست جهاد. السلام عليكم. عليكم السلام. استكل. الحمد لله. زي حضرتك، كل سنه وانت طيبه. طيبه وعافيه. تسلمي لنا وصحتك وعافيتك. الله يخليك. حضرتك بس الصوت واطي شويه، ممكن تعلي الصوت شويه؟ انا سامع حضرتك كويس، ممكن يكون ما عند حضرتك. اه اه لا
حضرتك انت يعني عامله ايه؟ الحمد لله يا ست الكل، تسلمي لنا. ربنا يديك الصحه. وامبارح ابنك الله اكبر الله اكبر نور الدنيا كلها. يا اختي والنبي صح، ده انا نفض من ايده شويه الكحك دول بالعافيه. ربنا يخليه لك يا رب وتشوفي احسن الناس. تسلمي وتعيشي يا ست الكل. كنت عايزه اسالك والنبي على حاجه تتغلي. اتفضلي. هي الاستاذات بتاعت الكحك والبسكوت دي ينفع اعمل فيها البيتزا اللي هي بالبيض اللي انت كنت عاملاها قبل كده؟ الايه الصاجات؟ اني بيتزا بيض؟ البيتزا اللي انت كنت عاملاها قبل كده بالبيض وباللحمه المفرومه وبالفلفل الالوان. الصاجات دي تستعمليها في اي حاجه ان كانت. اي حاجه تستعمليها تحطي فيها ورق فراخ متبله وتدخليها الفرن، تعملي فيها كحك، بسكويت، بيتزا، تعملي فيها عجه. انا قلت اسالك اللي احسن تبوظ مني ولا حاجه. لا لا لا، هي اساسا بتاعه مخبوزات بس خلي النار بس هي اللي تبقى كويسه. ماشي يا ست غاليه ما تحرمش بينك. معلش محمد ابني عايز يكلمك ممكن؟ ماشي. معاك يا حبيبتي. بس اهم حاجه. اهلا اهلا يا قمر. عامله ايه؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيبه. بس خلي بالك من موضوع الصاجات دوت بقى، لازم الصاجات دي اللي هتستعملوها ما يكونش فيها صدى ولا يكون في حاجه، عشان الصدى ده بيبقى وحش قوي وممكن يضرك، ولازم تبقى نظيفه وبيضه كده. ماشي. وبالف هنا وشفا تعملوا فيها اي حاجه. انا بحبك يا ست غالي. تسلم وتعيش يا قمر، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. تسلم لنا حبيبي. بعد ما بنضرب السكر ومعايا الزبده هنلم العجينه، مش الحاجه الوحيده دي بقى اللي ما تتعجنش عشان ما تمطمطش، دي بتتفرك فرق خالص كده زي رمل البحر اهي اهي، زي رمل البحر مش هنعجن، هنفضل نقلب كاننا بنقلب كسكسي اهو، زي لحد لما نوصل لمرحله نخلص فيها الدقيق وتبقى عامله زي رمل البحر كده بالظبط، ما نعجنش ابدا ولا نفدغ، احنا نقلب تقليب كده اهو كده، عبال ما نرجع من الفاصل هنكون عجناها. فاصل وراجعين. رجعنا تاني بعد الفاصل. عملنا العجينه وكنت بجربها في التشكيل، العجينه بنلمها لم ما تتعجنش ابدا، لا تتفدغ ولا بكلوه الايد ولا بالصابع ولا حاجه، تتلم لم كده اهي، بعد ما تتفرك نمسكها نلمها كده لمه خالص، لانها بتبقى عجينه ناعمه، ده بيبقى بسكوت ناعم. وحتى لو هي ما لمتش كده لوحدها وطبعت بنحط لها بياض بيضه، هي دلوقتي خلاص لمت فمش محتاجه بياض البيضه، البيضه زي ما هي اهي ما حطيناهاش، لان لو حطيناها حطينا بياض البيضه وهي لمه هتبقى سايحه، احنا بنحتاج بياض البيضه لو ما لمتش، لو الدقيق شرب الزبده وزن الزبده وما لمش. بس كده هنبتدي بقى نشكلها اهي، ما تمطش ما فيش عرق اهي، تبقى عامله زي رمل البحر جوه مرمله، دي ده بسكوت مرمل. لو معكيش اي فلوس تعملي شويه كحك شويه دقيق على شويه زبده على شويه سكر هتطلعي احلى بسكويت للعيال بكل سهوله، ده ابسط بسكويت اهو. نبتدي بقى نشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي انت عارفه بقى، عارفه بقى هقول لك بقى نفسي بقى عن الحكايه بقى، عندنا في مصر زي عندكم كده في ليبيا، يعني احنا استعدادات العيد نروح اول يوم، اول يوم نعيد على حبايبنا وقرايبنا ونلم العيال ونتغدى زي الفل، تاني يوم امي ربنا يديها الصحه تروح طالعه القرفه على ابويا. أيوة. ثالث يوم نروح لمين بعضنا ونروح واخدين على البلد، نروح بقى ايه نكمل بقيه العيد، تغيير جو جميل لازم كده. فشوفي بقى، وقبل كده دايما بقى نشتري بقى الهدوم بتاعه العيال، نشتري بقى للعيال وندور بقى نلف على الحاجات بقى ايه في الوكاله، يعني انا رحت الوكاله هناك الحاجات صلاه النبي احسن، اشتريت للعيال هدوم العيد
وطلعنا رحنا على العتبه جبنا الجزم، ما الوكاله ما فيهاش جزم، الوكاله تلاقي فيها هدوم ما تلاقيش فيها جزم. خدت العيال رحنا الوكاله جبنا الهدوم، بعد كده طلعنا على العتبه جبنا الجزم. وتبقي كده شايفه العيال وهي ماسكه الجزم والهدوم وفرحانه بيها فرح. سبحان الله. استاذ ربيع. ايوه السلام عليكم. اهلا بيك. عامله ايه؟ الحمد لله يا استاذ ربيع. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيب. كل سنة. أنا ربيع من اسكندرية من محافظة برج العرب. أهلا وسهلا بيك يا مرحبتين. أنا والله نفسي أكلمك من زمان، أنا متابعك يعني من يعتبر دلوقتي دي ثاني سنة متابعك. أهلا وسهلا بيك. ده أنتوا أحلى جو عندكم في برج العرب، جو كده يفتح الصدر ويخلي الروح كده طايرة في السماء. والله بسم الله ما شاء الله الجو، بسم الله ما شاء الله صراحة يعني كل سنة وانتم طيبين، وأنا مبسوط يعني إن أنا كل يوم بشوفك وعايزك تدعي لي أنا وأولادي فادي وشادي ومراتي. ربنا يا رب كده يديك الصحة ويروق بالك، أهم حاجة روقان البال. وبعدين ده أنت عندك في برج العرب تقعد على البحر كده وتشم كده اليوت الحلو، يعني مش محتاج بالك يروق على طول. والله خلاص اهو يعني العيد يعني فاضل عليه يوم بقى ولا يومين ونصيفه بقى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. عملتوا الكحك والغريبه ولا لسه؟ الحمد لله انا عملناه من 10 ايام كده. صلاه النبي احسن، الف هنا وشفاء على بدنك. الحمد لله والله كل سنه طيبه وان شاء الله تبقى كل سنه سعيده علينا باذن الله يا رب. علينا وعليك وعلى جميع ما خلق ان شاء الله. ماشي ودعي لنا بس التغدي والنبي. الله يخليه. سلام. شكرا شكرا. سلام. قولي لي بقى يا اختي انت وهي، قولي لي بقى في ليبيا انتوا بتعملوا ايه؟ زينا كده تروحوا تجيبوا الهدوم وتروحوا وتوضبوا وتهدوا البيت وتنظفوا السجاجيد وتنزلوا الستاير ولا بتعملوا ايه بقى؟ بنهد البيت والستاير ومفارش جديده وكل حاجه جديده ونجيب اللبس بيبقى زحمه يوم العيد ده، يوم الوقفه بالذات. والصبح برضو بنعيد على نفسها هي والعيديات بقى والاطفال ولو لكم بقى اي حته في ارياف بقى بتروحوا كده زينا عادي ولا ايه؟ لا بنروح حاجه اسمها زرده. زرده؟ زرده يعني كده على جبل مثلا. بنروح بنتفسح بنقضي يوم كده يعني. الله. بيبقى الجو حلو قوي. طب احنا بقى نحيي النهارده كل اهل زرده بقى، نحييهم بقى كلهم. ليكوا قرايب هناك؟ لا الزردة دي بنطلعها زي الفسحة كده زي الرحلة يعني. زي احنا كده ما بنروح جزيرة البحرين. حاجة كده يعني. الخروجة نفسها. بنروح جزيرة البحرين كده والقناطر والحتت دي. بتروحوا تتفسحوا يعني؟ بنتفسح. اسمها زردة. ما شاء الله. الخروجة نفسها اسمها كده. كده. أنا سمعت إن في ليبيا ليلة العيد بتعملوا حنة، دي حقيقة؟ لازم. لازم. ليه بقى؟ للاطفال. للاطفال يعني. مش للستات. للستات والاطفال للبنات كده الصغيرين. طب ايه السبب بقى؟ متعودين عليها. بيبقى احتفال. الحنه دي بتبقى في الافراح والمناسبات والاعياد وكده يعني. بتبقوا متعودين بقى. تعود عاده. انت عارفه انا كان عندي هنا جات لي بقى واحده بتاعت حنه كانت في رمضان. شفتها. شفتيها؟ جميله. يا اختي كانت صلاه النبي احسن عليها. جابت الحنه وبيتت عليها، بتقول لك بنبيت عليها بكوبايه اللبن عشان خاطر العريس يشربها، وما شاء الله عليها. لا كانت جميله. بسم الله ما شاء الله. النهارده هتبقى بكره تبقى الوقفه صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله. كده. انت عارفه بقى اول وقاي يعني اما بيبقى اخر يومين سحور دول بقى، اسكتي بقى ما اقولكيش بقى على العيال وعلى اللمه وعلى الحاجات وعلى الجيران وايه بيبقى زحمه. زحمه. الله. بنقعد نفتكر ده من السنه للسنه، خلي بالك. طبعا صح. نقعد كده من السنه للسنه نفتكر ونقول ايه، فاكرين الزبادي وفاكرين السحور وكله جري في جري وكله جري في جري. ليله ما تبان الرؤيه طبعا ما بنبقاش عارفين ان رمضان بكره ولا لا. اول ما تبان الرؤيه اجري واد هات الزبادي، اجري مش عارفه ايه، ما نبقاش بقى عارفين هندمس ولا هنعمل الزبادي، مش عارفين بكره رمضان ولا لا. وما ننامش بقى غير لما نسمع بقى التكبير ونسمع الاذان. ونفضل بقى كده نسمع الاذان كده وبسم الله ما شاء الله يعني.
كلكم يا اختي وتكبير العيدكم بقى. احلى حاجه احلى حاجه. دايما ما ننامش غير بعد صلاه العيد. هي احلى حاجه في العيد صلاه العيد اصلا بتبقى. ولا عينك تيجي على مخده كده ولا تريحي غير لما تسمعي بقى صلاه العيد. تروحي تصلي كمان. ست وداد. ست وداد. يا ست وداد. ايوه يا ست غالي. اهلا بيك يا ست وداد. ازيك عامله ايه؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبه وبخير وسعاده. اهلا وسهلا. اهلا بيكي اهلا بيكي. اهلا بيكي اهلا بيكي وباهل دمياط القرآن. انا عاوزه تيجي تعمل معاكوا افتاح. والنبي يا اختي النهارده اخر يوم في الكحك علينا وعليك على السنه الجايه، الهي ما يقطع لنا ولا يقطع لك عاده. السنه الجايه بقى. ان شاء الله تيجي تشرفينا يديك الصحه وطولة العمر. ان شاء الله. تسلمي لنا يا ست الكل. سلمي لنا على الناس اللي عندي. بتسلموا عليك وردوا عليهم بقى. اهلا وسهلا. صباح الخير طيبه. وانت طيب وكل سنه وانت طيب. حضرتك طيبه بالصحه والعافيه يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه وبسعاده يا رب. شرفتينا. كل سنه وانت طيبين. وانت طيبه يا ست الكل. تسلمي لنا. شكرا يا ست الكل. قولوا له بتعملوا ايه بقى؟ انتوا عملتوا عمالين تعملوا في كحك؟ البسكوت ده بيبقى سهل في التشكيل. اهو. واللي هيطلع نعمله تاني. انت عارفه مصر دايما لحد ما توصلي مرسى مطروح، لحد مرسى مطروح كده ما تعرفيش اللبن من المصري. اه صح في مرسى مطروح. بتلاقيهم اتخلطوا على بعض زي طبق السلطه البلدي. والكلام كمان ولا ما تعرفيش تقولوا له لما حتى الكلام بيشربوا من بعض. الكلام هو عرب كله. بيشربوا من بعض. ست ياسمين. الو. اهلا يا ست ياسمين. قال يا ست غيا ازيك. اهلا بيك يا ست كل. انا بحب البرنامج بتاعك قوي. ان شاء الله تسلمي وتعيشي. بس معانا النهارده ضيفتين امارات اهم. بصي بيعملوا كحك ليبي فل. اكلهم زي الفل. رانيا دلوقتي اختي بتتفرج عليكي، ونوره وماما واخويا محمد. يا مرحبتين بيهم. يا مرحبتين بيهم. بقول لك يا ست غاليه، كنت عايزه اعرف طريقه الغريبه. عينيا الاثنين. خش على الصفحه هتلاقي كل طرق الحاجات اللي احنا عاملينها دي كلها. احنا عملنا الغريبه والبسكوت. عشان ماما عايزه تعرفها يا ست غاليه. حاضر عينيا. الغريبه هي عاوزه تعمل قد ايه؟ يعني مثلا على قد مثلا خمسه مثلا. لا بصي اعملي على الكيلو وضعف الكميه. تمام ماشي تتغلي. هشوفها على الانترنت. خش على الصفحه هتلاقي كل دي المنتجات اللي عملناها طول الاسبوع. تمام يا تتغلي. ماشي. 10 اصناف هم صلاه النبي على قلبكم بالهنا والشفا. تمام. انا بحبك قوي يا تتغلي، واختي رانيا دايما بتتفرج عليكي وماما وكلنا. بس انت هتخش على الصفحه بتاعتنا عشان تشوفي طريقه الغريبه صح؟ ايوه تمام طبعا. هيقابلك ياسين ابني في بسكوت جوز الهند. جري الصفحه على طول ما توقفيش عشان ما تحتفلش. متعودين عليها. بيبقى احتفال في الحنه دي بتبقى في الافراح والمناسبات والاعياد وكده يعني. بتبقوا متعودين بقى. تعود عاده. انت عارفه انا كان عندي هنا جات لي بقى واحده بتاعت حنه كانت في رمضان. شفتها. شفتيها؟ جميله. يا اختي كانت صلاه النبي احسن عليها. جابت الحنه وبيتت عليها، بتقول لك بنبيت عليها بكوبايه اللبن عشان خاطر العريس يشربها. وما شاء الله عليها. لا كانت جميلة. بسم الله ما شاء الله. النهاردة هتبقى بكرة تبقى الوقفة صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله. كده. أنت عارفة بقى أول وأي يعني لما بيبقى آخر يومين سحور دول بقى اسكتي بقى ما أقولكيش بقى على العيال وعلى اللمة وعلى الحاجات وعلى الجيران وإيه؟ بيبقى زحمة. زحمة. الله. بنقعد نفتكر ده من السنه للسنه. خلي بالك طبعا. صح. نقعد كده من السنه للسنه نفتكر ونقول ايه فاكرين الزبادي وفاكرين السحور وكله جري في جري وكله جري في جري. ليله ما تبان الرؤيه طبعا ما بنبقاش عارفين ان رمضان بكره ولا لا. اول ما تبان الرؤيه اجري واد هات الزبادي اجري مش عارفه ايه. ما نبقاش بقى عارفين هندمس ولا هنعمل الزبادي مش عارفين بكره رمضان ولا لا. خلاص ايوه صح. وما ننامش بقى غير لما نسمع بقى التكبير ونسمع الاذان. ونفضل بقى كده نسمع الاذان كده وبسم الله ما شاء الله يعني.
كلكم يا اختي وتكبير العيدكم بقى احلى حاجه احلى حاجه. دايما ما ننامش غير بعد صلاه العيد. هي احلى حاجه في العيد صلاه العيد اصلا بتبقى. ولا عينك تيجي على مخده كده ولا تريحي غير لما تسمعي بقى صلاه العيد. تروحي تصلي كمان ست وداد. ست وداد يا ست وداد. ايوه يا ست غالي. اهلا بيك يا ست وداد. ازيك عامله ايه؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبه وبخير وسعاده. اهلا وسهلا. اهلا بيكي اهلا بيكي اهلا بيكي اهلا بيكي وباهل دمياط الكرام. انا عاوزه تيجي تعمل معاكوا فكاح. والنبي يا اختي النهارده اخر يوم في الكحك علينا وعليك على السنه الجايه. الهي ما يقطع لنا ولا يقطع لك عاده. السنه الجايه بقى ان شاء الله تيجي تشرفينا يديك الصحه وطولة العمر. ان شاء الله. تسلمي لنا يا ست الكل. سلمي لنا على الناس اللي عندي. بتسلموا عليك وردوا عليهم بقى. اهلا وسهلا. صباح حضرتك طيبه. وانت طيب وكل سنه وانت طيبين. حضرتك طيبه والصحه والعافيه يا رب. كل سنه وحضرتك طيبه وبسعاده يا رب. شرفتينا. كل سنه وانت طيبين. وانت طيبه يا ست الكل. تسلمي لنا. شكرا يا ست الكل. قولوا له تعملوا ايه بقى؟ انتوا عملتوا عمالين تعملوا في كحك؟ البسكوت ده بيبقى سهل في التشكيل. اهو. واللي هيطلع نعمله تاني. انت عارفه مصر دايما لحد ما توصلي مرسى مطروح لحد مرسى مطروح كده ما تعرفيش الليبي من المصري. اه صح في مرسى مطروح. بتلاقيهم اتخلطوا على بعض زي طبق السلطه البلدي. والكلام كمان ولا ما تعرفيش تقولوا له لما حتى الكلام بيشربوا من بعض. الكلام هو عرب كله. بيشربوا من بعض. ست ياسمين. الو. اهلا يا ست ياسمين. قال يا ست غيا ازيك. اهلا بيك يا ست كل. انا بحب البرنامج بتاعك قوي. ان شاء الله تسلمي وتعيشي. بس معانا النهارده ضيفتين امارات اهم. بصي بيعملوا كحك ليبي فل. اكلهم زي الفل. رانيا دلوقتي اختي بتتفرج عليكي ونوره وماما واخويا محمد. يا مرحبتين بيهم. يا مرحبتين بيهم. بقول لك يا ست غاليه كنت عايزه اعرف طريقه الغريبه. عينيا الاثنين. خش على الصفحه هتلاقي كل طرق الحاجات اللي احنا عاملينها دي كلها. احنا عملنا الغريبه والبسكوت. عشان ماما عايزه تعرفها يا ست غاليه. حاضر عينيا. الغريبه هي عاوزه تعمل قد ايه؟ يعني مثلا على قد مثلا خمسه مثلا. لا بصي اعملي على الكيلو وضعف الكميه. تمام ماشي. تتغلي اشوفها على الانترنت. خش على الصفحه هتلاقي كل دي المنتجات اللي عملناها طول الاسبوع. تمام يا تتغلي. 10 اصناف هم صلاه النبي على قلبكم بالهنا والشفا. تمام. انا بحبك قوي يا تتغلي واختي رانيا دايما بتتفرج عليكي وماما وكلنا. بس انت هتخش على الصفحه بتاعتنا عشان تشوفي طريقه الغريبه صح؟ ايوه تمام طبعا. هيقابلك ياسين ابني في بسكوت جوز الهند. جر الصفحه على طول ما توقفيش عشان ما تشوفيش اللي حصل لي. خلاص يا ست غالية هتفرج عليها. ماشي. سمعت بالوصفين. كان نفسي يبقى معانا ياسين والله. كان عسل. لو سمحتي هتقولنا في الفصل الثاني. قولي لي بقى يا لوجي انت جبتي لبس جديد؟ لوجي. جبتي ايه؟ جبتي كاوتش. طب مين بقى اللي جاب لبس جديد؟ طب اللي جاب لبس جديد كده يرفع ايديه. ده كلنا جبنا لبس العيد. وانا جبتوا لبس العيد؟ جبنا. جبتي طقم كده صيني. حلو. بسم الله ما شاء الله. وانت برضو جبتي لبس العيد؟ جبنا. وانت جبت ايه يا شيكا؟ جبتي طقم صيني كده اصفر. حلو. انت اللي نقيته على ذوقك؟ بابا وماما صابوك تنقي؟ محدش قال لك حاجه. قعدت انت تنقي بمزاجك. ويا ترنج تاني كده لونه احمر مرسوم عليه حصان. ما شاء الله. ومين اختار لك التسريحه اللي في شعرك دي؟ بابا ولا ماما؟ لا انا. برضو انت شخصيتك قويه قوي يا شيكا. قلت احلق الجناب. وسابوا لي فوق ده عشان اعمل استشوار. يا خلاص استشوار. كل عيد بعمل استشوار. كل عيد يعني غير العيد ما بتعملش استشوار. في العيد بس. يا رب يجعل ايامك كلها عيد. قول امين. امين امين يا رب العالمين.
الله عليه. ما شاء الله عليه. بيقول لك خفيت الجناب وخليت اللي فوق عشان اعمله استشوار. استشوار مش اي حاجه. ما شاء الله عليه. وانت برضه بتعمل استشوار؟ عادي. انت عامل دلوقتي استشوار قبل ما تيجي؟ بسم الله ما شاء الله، ده البنات ما عملوش استشوار. الله الله الله. كده. انا بقى بمناسبه بقى انتوا بقى اللي موضوع الاستشوار الحلو ده، المناسبه دي بقى ببعت الف مليون تحيه للحلاقين، حلاقين بلدنا كلهم بيتعبوا، والكوافيرات كمان عشان الستات واحنا داخلين على عيد، وكمان كل حبايبنا حلاقين الدول العربيه الموسم بتاعهم برضو، كل الحلاقين ليهم الف سلام وتحيه، وكل الكوافيرات برضو عشان الكوافيرات دول اهم حاجه في العيد عشان الستات ما تزعلش. كده. لما نيجي نشكل العجينة شكلوها بأي أشكال تعجبكم، بنرش رش الدقيق خفيفة جدا عشان ما تلزقش، رشة خفيفة ونبتدي إن احنا نشكل أهو أهي. وبرضو تطلعوا هنطلع، بصوا نلم كده أهو أهو، ونرجع تاني نبططه اهو، اللي نطلعه كده من حوالين الرسمه اهو يرجع يتبطط، ما فيهوش اي مشكله اهو، يرجع تاني يتبطط ما فيهوش اي مشكله، بتبقى رسوماته جميله وسهله وحلوه، والعيال تحب ده، خلوا العيال تحط ايدها اهي. بصوا بقى بتبقى نجمه حلوه ازاي اهي، نطلع منها زي ما احنا عاوزين، ورسموا فيها عجينه سهله، وعشر دقايق في الفرن، 10 دقايق بس في الفرن، ونار هاديه خالص، نار هاديه كده زي نار حب الحبايب. هناخد فاصل ونرجع نكمل مع حبايبنا الحلوين دول، فاصل وراجعين. رجعنا تاني بعد الفاصل. بنبطط برضو بالعجين، اللي عندها النشابه دي تفرد بيها بتبقى حلوه برضو اهي، هتخلي لك كل العجينه بيبقى مستوى واحد وتشكلي فيها زي ما يعجبك. اهي قولوا لي بقى يا اختي يا حسيت الهوانم انت وهي. قولوا لي بقى ايه تاني بقى بتعملوه بقى غير الكحك؟ بتعملوا بقى الحاجات بتاعت ليبيا اللي هي المخروط والمقروط. لسه اقول لك المجرود. لسه مجرود. مجرود ده نوع حلويات برضو كده بالتمر، والدي السميد ودي العادي، يبقى جميل قوي برضو، اساسي برضو في العيد. طب ده بقى بتعملوه ازاي بقى المقروط ده؟ مجرود مش مقروط. ايه؟ مجرود. مجرود مجرود مجرود. ده بتبيتي السميد في زيت من قبلها بليله يعني. وبعدين تاني يوم تعجنيه مع شويه دقيق عادي. مع السكر، مع الزبده بقى والسكر ويتعجن ويتبطط ويتحط عجوه في النص. بميه زهر ويتقطع زي القرقيش. ويتقطع زي القرقيش. ولما يستوي تروحي عامله له عسل ومنزلاه في العسل. شربات. زي الشربات. يعني هو لما يستوي يتعمل تعملي له عسل معقود زي الكنافه. ده بقى بتعملوه بقى. والغريبه برضو. والمعمول برضو. والمعمول. كل حاجه. هو صحيح في ليبيا بيعملوا كحك بالملح، كحك مالح. كحك مالح. ده ازاي بقى؟ ده بدل ما تحطي سكر حطي شويه ملح، ما فيش سكر خالص بقى. يعني بتحطي له بقى ملح كده، يعني بيبقى بس يعني كحك مملح. بس يعني عشان بقى اللي ما يحبش الحاجات اللي فيها السكر. ما شاء الله عليكم. ولازم الصبح بقى نفطر عصيده. عصيده لازم. بالعسل والسمنه البلدي، العسل الاسود او حاجه اسمها الرب. الرب ده التمر يعني. رب التمر يعني. بس بيبقى زي العسل الاسود سائل. بس سائل كده موجود هنا برضه في مصر. ده لازم الصبح الفطار. انتوا بقى بتسموا العيد ده بقى العيد الصغير زينا ولا بتسموه ايه؟ عيد الفطر عادي. عشان احنا عندنا العيد الصغير عيد الكحك والهدوم، والعيد الكبير عيد اللحمه والفشه والممبار. ست ام حسام. ايوه ازيك يا ست غالي، عامله ايه؟ اهلا وسهلا بيك يا ست الكل. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ تسلمي، قاعدين نحضر للعيد اهو. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. انا مامة مازن وكريم. مين؟
مامت مازن وكريم اللي قاعدين مع حضرتك. الاثنين دول؟ طب ارفعوا ايديكم. ماما كلموا ماما. كلموا ماما، بصوا في الكاميرا وكلموا ماما. اي واحده، بصوا لاي واحده تعجبكم. اعملوا لها باي باي كده وكلموها. ربنا يخليكي، وانت طيبه تسلمي. انا قلت بس اتصل بحضرتك لاني بحبك جدا واولادي بيحبوكي قوي. بسم الله ما شاء الله، يعني الله يخليكي، ده اولادك بسم الله ما شاء الله منورنا عاملين زي القمر. ربنا يخليك يا حبيب قلبي، ربنا يخليك. حتى ابني، ابني والله كان عاوز برضه يكلم حضرتك، يسلم عليك ويقول لك وسام طيب. هاتيه وهو طيب. اخو سام باشا اهو. الو، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. لا حضرتك والله بحب حضرتك قوي، بحب اكل ونفسي اجي مع كل واحده في الكيازه. لا يا ريتك كنت جيت، كنت شلت سجاد وديت الفرن. خلاص بقى خليها مره ثانيه. ماشي، المره الثانيه بس وعد. ان شاء الله. ان شاء الله، تقعد انت واحمد جوزي، انت تودي السجاد هو يرقش. ماشي. خلي بالك انا جوزي بعد ما بنخلص الهوا اي عجينه بتفضل بيقعد يرقشها لي هنا. انا هعمل كده انا كمان. ماشي. شكرا ليك يا حبيبي، شرفتنا. عملنا شكلين اهو من البسكوت. هو البسكوت ده من ضمن الحاجات النواعم، يعني تعاملوا معاها بالراحه شويه، ويستحسن لو بعد ما تعجنوها حطوها في الثلاجه نص ساعه عشان تقدروا لما تشكلوا تاخدوا منها شكل يبقى مظبوط ويطلع متستف كده وحلو اهو. ايه رايك انت بقى في البسكوت ده؟ جميل. ما شاء الله، ما شاء الله، تسلم ايديك. ما شاء الله حلو قوي. قولوا لي بقى انتوا بقى لما بتحبوا تعيدوا على بعض بقى بالكلام اللي بتقولوا ايه؟ كل سنه وانت طيبه، عيد مبارك عليك. وانت طيبه وعيد مبارك عليك. صح، يبقى بتوع مرسى مطروح والساحل الشمالي بيتكلموا كده. صح، نفس الكلام. بيبقوا خالطين على بعض حتى في اللبس، لغه العرب كلها حتى في اللبس. كتير لبس في مطروح بالذات الرجاله بيبقى لبسهم زي الليبي قوي. بيبان عليهم قوي يعني. حتى انا لما روحت الواحات كان لبسهم ومعظم لبس كلامهم لبس العرب زي الليبيين برضو والسعوديين، وكان كلامهم كله قريب من بعضه. بيبقى كلامهم قريب من بعضه جامد يعني. بسم الله ما شاء الله. قولي لي بقى انت بقى لما تيجي، انت قلت لي ان انت مخطوبه لواحد مصري. هتقعدي بقى في مصر ولا هتسافري ليبيا؟ لا لا ان شاء الله قاعدين هنا في مصر. هتقعدي في مصر ان شاء الله. ما قلتيش اخد واحد ليبي واقعد في بلدي والكلام ده؟ لا، هي ميرفت الليبيه يعني، انا مش معايا الجنسيه ولا كده، بس لا انا حابه اقعد هنا. طب يا اختي انا بروح، رحت ليبيا كتير زيارات وكده وكتير يعني، وانا صغيره على طول بنروح، بس ما لا ما اقدرش اعيش هناك. صعب. ربنا يجيب لنا الامان في مصر وفي ليبيا. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. امين يا رب. اللهم امين. ربنا يجيب لنا الايام المفترجه دي يا رب ان شاء الله. اللهم امين. ادي احنا بنختم رمضان وبنقول له بعوده يا رمضان، تعودها علينا وعلى كل حبايبنا بالخير يا رب والهنا والسعاده، وان شاء الله ما يقطع لحد عدا ابدا. ان شاء الله يا رب ما يقطع لحد عدا ابدا يا رب. اعمل لكم شكل ايه تاني يا اولاد؟ شكل. عاوزين شكل ايه تاني غير اللي احنا الاشكال اللي احنا عملناها دي؟ ايه رايكم؟ حلو، عجبك الشكل ده؟ نعمل منه، نكمل الصاج ده ونعمل شكل جديد. نعمل شكل جديد، عينينا. اهو. دي بس رشه صغيره ونفرد. اهو. رشه الدقيق اللي احنا بنحطها بتبقى رشه خفيفه قوي. يعني عفره كده. عفره دقيق صغيره. فين البتاع؟ خلاص. ست ام مصطفى، ست ام مصطفى. الو، اهلا بيك يا ست ام مصطفى. سامع حضرتك يا فندم. اهلا بيك يا ست ام مصطفى. الله يخليك، ازيك يا ست غالي؟ تسلمي وتعيشي يا ست، كل سنه وانت طيبه. الله يخليكي. انا ام مصطفى من اسكندريه. احسن ناس، بنشطين وميه يا جمالك يا اسكندريه. يا ربنا يخليكي، يا حلاوه البسكوت اللي انت عاملاه زي العسل. الله يخليكي، ده انتوا ميه ملح وشوش ناجحه وكلكم كرم. ربنا يخليكي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبخير يا ست الكل. الله يخليكي.
ايوه عليكم وعلى جمال. الله يخليك يا ست غالية، الله يخليك، الله يكرمك ان شاء الله، كل سنة طيبة. يبقى اتعشى رفينا بقى في اسكندرية ان شاء الله. ده انت يا اختي بحركم مادد لحد ليبيا. لا شوف انا جبت لك ليبيا واسكندرية اهو، الاثنين لضمتهم في بعض. والله اتشرفينا في اسكندرية والله. ان شاء الله بعد ما نرجع من الاجازه بامر الله هتلاقوني عندكم في كل المحافظات باذن الله. كل سنه وانت طيبه وضيوفك طيبين. وانت طيبه وخير. طيبه وخير. بس هناخد اجازه اريح شويه بس من التعب بتاع العيد. ان شاء الله بكره كل حبايبنا اللي بيشوفونا يستنونا بكره، عشان بكره عندنا مفاجآت كتير حلوه، وكمان بكره هنسلم الهدايا لحبايبنا اللي كسبوا في حل الفوازير بتاعه رمضان. ان شاء الله يجوا بكره ويشرفونا. ما تيجوا بكره كمان؟ بكره؟ عشان نمسك في ديل بعض ونرش الملح ونقول يا بركه رمضان ونهار. ده احنا بكره لمين الشمع المغربي. ما شاء الله. بكرة بس أنا مش هقول، هي سر، بس إحنا بكرة لمين الشامع المغربي مفاجأة يعني. بكرة في مفاجأة كبيرة. هتقولي يا غالية أنت إزاي جاب الشامع المغربي؟ طب كويس. وعنب الشام على بلح اليمن. هنشوف. خلينا نشوف بكرة إن شاء الله. ست أم محمد. السلام عليكم. أهلا وسهلا بيك يا ست الكل. وأنت سنة وأنت طيبة يا ست غالية. وأنت طيبة وبخير يا ست الحبايب. يا ربي يخليكي، اكلك حلو وانت حلوه، واحنا اصلا اهل كده، احنا في الوراق معاك. الله يخليك يا ست الكل. تسلمي يا ست الكل وتعيشي. يا رب يخليك، كل عام وانت طيبه، وتسلم ايدك من الاكل ويسلم لسانك ان شاء الله. تسلمي ويخلي لك فرج. قولي امين. امين يا رب. امين. زين ما خلفتي وزين ما ربيتي، احسن زمان لينا. يا رب يخليك، يا رب يخليك ويسعدك ويديك الصحه يا رب، ونشوفك في العالي كمان وكمان. والنبي بيكوا وبحبايبنا وبالناس اللي بتشوفنا. يا رب يخليكي، واكلك حلو وكحكيكي حلو ولسانك عسل، وربنا يزيدك من محبه الناس. يا رب يزيدنا كلنا من محبه بعضينا، ولا يفرقش بينا وبين جمهورنا يا ابدا. يا رب يخليكي، كل سنه وانت طيبه، والسنه الجايه كده تكون عند الرسول. انا وانت وجميع مخالق على عيني والنبي اليومين الاجازه اللي هاخدهم، مش عاوزه افارقكم بس هريح جدتي شويه. ربنا يديك الصحة، ربنا يديك الصحة. إن شاء الله تسلمي وتعيشي يا أم فرج. يا رب يخليك، يا رب يخليك. إيه رأيك بقى في الضيوف الليبيين الحلوين اللي أنا جايباهم النهارده دول؟ حلوين زي الفل بمال. ده عيونك الحلوة. مفاجأة بكرة إيه؟ ده إلا مفاجأة بكرة، واستنوا غالية بكرة. ويا عيني على بكرة. تسلمي يا ست. ربنا يا رب يجعل ايامك سعد وهنا يا رب. شوفي بقى يا ست ام فرج، الست الحلوه الاموره ام عينين بسله اللي قاعده جنبي دي، قمر ازاي؟ جميله والله جميله، وانت الاجمل كمان. لا ده هم منوريني ومشرفيني. كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، يقعد علينا وعلى المسلمين وامه الاسلام بخير يا رب. يا رب يا رب يا ست ام فرج، يا رب تسلمي لنا، شرفتينا. قولي لنا بقى، قولي لي بقى يا عروسه انت بقى، يا هد، وقولي كلمه بقى كده لعريسك بالاس، قولي له كلمه كده طالعه من قلبك منبته ومطرحه ومزهره. يلا. اقول له ربنا يخليك ليا، لان هو بجد جدع وراجل، و يعني بجد كويس جدا، وربنا معايا يعني في شغله كده، كل حاجه في حياته كلها. قولي له هو اسمه ايه؟ ايهاب. اسمه ايهاب؟ ايهاب. يا استاذ ايهاب، هنقول لك حلوه يا بنت الرجاله، حلوه وعينك مليانه، حلوه يا بنت الرجاله، حلوه وعينك مليانه. اي خدمه يا استاذ ايهاب. ايوه. هناخد فاصل يا استاذ ايهاب ونرجع نغني لك اغاني بقى للفرح المطرح، فاصل وراجعين. رجعنا تاني بعد الفاصل. معانا العروسه اختي، مش ما تحرمش من ايدك الحلوه، تسلم ايدك. رجعنا تاني بعد الفاصل مع ضيوفنا الجمال دول، وبسم الله ما شاء الله معانا واحده مخطوبه هي على وش جواز، ومعانا بقى اللي لسه عاوزه العريس. بسم الله ما شاء الله تطلعي من عندنا من هنا متجوزه ومعاكي العريس في ايديك. مشاهدينا كتير وحلوين وكلهم عرسان عدل ان شاء الله.
خلاص متفقين؟ متفقين. ما عندكيش مانع تتجوزي مصر؟ عادي عادي. يلا اللي عاوز عروسه يكتب لنا على الصفحه بتاعتنا والعروسه موجوده. اي خدمه. اهو. يلا نكمل سنه. قولي لي بقى عندكم بقى الصفحه بتاعتنا دي موجوده هتشوفوها دلوقتي على الهواء، دي الصفحه الرئيسيه بتاعتنا. عاوزين تعرفوا اخبار غاليه ارجعوا للصفحه طول فتره الاجازه. واكتبوا لنا وانا موجوده هبقى فاضيه لكم، هقعد وارد على كل حبايبي. كل حد عاوز يعرف اخبار غاليه في الفتره اللي جايه لما ناخد اجازه عبال ما نرجع ان شاء الله، ارجعوا للصفحه بتاعتنا الرئيسيه اللي قدامكم على الشاشه. ان شاء الله هنرجع لكم وهنتواصل في الفتره دي على الصفحه بتاعتنا لحد ما نرجع لكم من الاجازه بامر الله. دي الصفحه الرئيسيه بتاعتنا، اكتبوا اللي نفسكم فيه وهتلاقوني قاعده برد عليكم. اهو. تعرفوا تغنوا لي بقى اغنيه لبيا، عاوزه اغنيه لبيا. انسي. لا انسي. ان احنا عملنا كعك ليه نغني كمان؟ نغني ليه ما نغنيش بالليبي؟ طب غني انت يا استاذ. انا هغني لكم على قد بقى اغنيه لبيا. ماشي. عارفين انتوا اغنيه معيدين؟ ايوه غني. عارفاها؟ لا قولي كده. معيدين عيدي والله معيدين. برافو. ها برافو. حلو. تردوا عليا؟ لا مش هنرد. غني وردي. ليه؟ كده. لازم تردوا عليا. اهو ده هي ترد عليا. لا انا اسمع بس. اسمعي بس؟ ده انا هغني لكم ليبي. هنسقف لي عشان ما تغني. طب يلا اولاد نسقف. الولاد يلا. يلا. بقول لكم ايه؟ يلا نسقف ونطبل على الطبل. ايه رايكم؟ وروني سقفكم الحلوه كده. يلا وريني سقفتك الحلوه. يلا سقفوا كده وروني. شاطرين. بصوا انا هغني واقول ايه وانتوا تقولوا معيدين. ماشي. انا اقول معيدين والله الحلوه معيدين. ها وانتوا تقولوا معيدين. فرحانين متهنيين مبسوطين وانتوا تقولوا ايه؟ معيدين. ماشي. يلا وانتوا كمان تقولوا. يلا يلا. والله والله معيدين. رد رد دول معيدين. رد. فرحانين ومخلصين معيدين معيدين والله والله معيدين معيدين معيدين. متهنيين وواكلين وشاربين والله والله وفرحانين بالعيد ومعيدين معيدين معيدين. طب نخش بقى على اغاني غاليه. يلا وترد ورايا. ماشي نغني الكحك العيد بقى. يلا يا كحك العيد يا بس سيبي اللي في ايدك وسقفي. لو ما سقفتيش اخلي خطيبك دلوقتي يجي يشيل السجاير. يلا يلا وانت العريس هقول له بلاش بلاش. يلا سقفي. يلا يا كحك العيد قولوا يا احنا كمان. يا كحك العيد يا احنا يا بس متهنيين. يا معيدين يا فرحانين يا ليبيين ويا مصريين. يا مصريين. الله عليك اشتغلي. الله عليك. ما شاء الله عليك. شفتي الجمال؟ يا حلوين. يا حلوين. كل سنه وانتم طيبين. كل السعود بصوا كل السعوديين والجزائريين والمغربيين والليبيين والمصريين وكل دول العرب يا رب، والسعوديين والسوريين وكله كله كله والمغاربه وكل حبايبنا ان شاء الله يفرحوا ويتهنوا. اللهم امين. ان شاء الله يفرحوا ويتهنوا وكلهم يعيدوا ويتبسطوا. وادي احنا بنختم رمضان وجاي لنا العيد، يجعلوا عليكم بالفرح يا رب. واتمنى من قلبي نكون عملنا لكم حاجات في الفتره دي احنا وضيوفنا تكون كويسه وتقدروا تستفيدوا بيها وتجربوها، هي قدامكم اهي. وان شاء الله يا رب كده. بشكر كل الضيوف اللي جات لي وكل الضيوف اللي عملت معايا كحك وعملت معايا بسكوت على راسي من فوق. كل حبايبي بكره بقى بجد اول يعني الكلام اللي هتكلمه ده بجد من قلبي من قلبي بجد. اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي اولا بشكر كل زملائي في القاهره والناس
وبشكر كل حبايبي وصحابي وجمهورنا اولا واخيرا، ده انه تاج على راسنا جمهورنا اللي بيشوفنا واللي بيتابعونا على الصفحة واللي بيكلمونا على الفيسبوك، دول بشكرهم من قلبي وبقول لهم شكرا ليكم على متابعتكم لينا، وبشكر كل زملاء في فيديو كايرو وفي القاهرة والناس، وبقول لهم ألف شكر إن أنتوا تعبتوا معانا علشان نطلع حاجة كويسة، وبشكر كمان صاحب فكرة برنامج غالية وبقول له شكرا لحضرتك على الأفكار الجميلة اللي أنت مدتنا بيها، ونشكر الأستاذ طارق نور اللي ادانا الفرصة الحلوة ان احنا نطلع على الشاشة بتاعته، بنشكره وبنقول له كل سنة وحضرتك طيب يا صانع النجوم، وربنا يديك الصحة وتقدم نجوم كمان وكمان لمصر، وبشكركم من قلبي، واستنونا بكرة هنسلم الجوائز وهنسلم قلبنا وروحنا ليكم لحد ما ارجع لكم من الأجازة، واتمنى اكون عملت لكم في الفترة دي حاجات كويسة تكون عجبتكم، واشكر كل جمهور غالية وبقول لكم اتحني لجمهوري لان هو تاج على راس غالية، شكرا ليكم واشوفكم بكرة على خير وسعادة ومع ألف سلامة.